إيه اللي بيخلينا نتمرد أو نمشي جنب الحيط؟ نكبت مشاعرنا أو ببساطة نرميها على غيرنا؟ نسمح لنفسنا بالحب أو بتلقائية نرفض الفكرة؟ في بودكاست التكيف مع الحياة هنتكلم عن آليات دفاعنا النفسية وإزاي بتأثر على أفكارنا ومشاعرنا ورؤيتنا للعالم، مستوحى من كتاب Adaptation to Life للدكتور جورج إي فايلنت من خلال سطر مستورد. سنة 1937 اجتمع الناشط الاجتماعي ورجل الأعمال ويليام جرانت مع دكتور أرلي بوك مدير الرعاية الصحية في أحد الجامعات الأمريكية، واتناقشوا في فكرة إن الأبحاث الطبية متجهة بشكل أساسي ناحية الأمراض سواء كانت نفسية أو جسدية، وإن الدعم المالي كله رايح في الاتجاه ده، وكانوا شايفين إننا لازم بالتوازي نعمل أبحاث عن الأشخاص الأسوياء جسدياً والناجحين في حياتهم. وبناء على هذا الاجتماع اختار الرجلين مجموعة صغيرة من طلبة الجامعة اللي صحتهم كويسة وحياتهم شكلها تمام، وقرروا يبدأوا بحث طبي ونفسي مكثف ليهم على مدار حياتهم اللي جاية. الكتاب هنا بيحاول يوصف دراسة رجال جرانت بعد 35 سنة من بدايتها، الدراسة اللي شبابها بقوا شيوخ واللي مش كلهم عاشوا حياة سعيدة، لكن تجربتهم ودراستها هتفرق معانا كتير. الأفراد اللي تم اختيارهم للدخول في الدراسة كلهم كانوا محققين قدر مش قليل من النجاح الدراسي الجامعي، وأغلبهم تم ترقيته لرتبة ضابط خلال الحرب العالمية الثانية، المكان اللي كان التقدير فيه بيكون بسبب مهارات تانية غير الإنجاز الفكري. بعد أكتر من 30 سنة على بداية الدراسة ودلوقتي وهم بيتخطوا 50، معظمهم لسه عايش وما عندوش إعاقة جسدية، 90% منهم كون أسر مستقرة وكلهم تقريبا حققوا نجاحات مهنية، لكن الأكيد إن ولا واحد منهم حياته مرت بسهولة عشان يوصل للنقطة دي. وعشان كده مع الوقت اتحول تركيزنا لدراسة ازاي تكيف رجال جرانت مع الحياة. بعد أكتر من 30 سنة أعضاء الدراسة لسه مستمرين في التعاطي مع الدراسة بولاء مدهش. الرجالة اللي نضجوا ونجحوا في حياتهم، اللي بقوا كتاب ناجحين ووزراء وأكاديميين ورواد صناعة ودكاترة ورؤساء تحرير، كلهم أظهروا اهتمام كبير وفرحة بالاستمرار في الدراسة اللي ممكن نعتبرها عن علم نفس الحياة اليومية. محاولة وصف وتحليل حياة أفراد الدراسة واجهته بعض الصعوبات، لكن أكبرها كان تحديد الأفعال الصحية من غيرها، لأن في العموم مفهوم أفعال صحية في إطار الصحة النفسية بيكون نسبي وبيفرق من شخص للتاني. وعلشان كده أنا اقترحت إنه بما إن الصحة الجيدة ممكن تتدهور بس مش ممكن تبقى أفضل، فاحنا مش هنحط اعتبار لمفهوم المتوسط أو الأفرج، هنركز بس على مفهوم الصحي اللي مش ممكن يبقى أفضل. لكن من وجهة نظر مين ممكن نحدد إيه هو الصحي؟ لو بصنا له من ناحية الفرد فموضوع الدراسة هيبقى أنه يحس أنه مبسوط، ولو من ناحية المجموعة فهتبقى أنهم ما يتخنقوش، لكن هتبقى القواعد اللي بتخليهم ما يتخنقوش دي من وجهة نظر أي مجموعة، ولو بصينا للصحة من وجهة نظر طبية هتبقى أي حاجة ما تمنعش الفرد إنه يتفاعل ويتبسط. لكن بالشكل ده بالذات الصحة ممكن تبقى شكل من أشكال الجنون المتكيف مع الواقع لكننا مش ملاحظينه، زي ما دكتور إدوارد جلوفر بيقترح. وعشان كده كان تعريفه للصحي هو الفعل الغير متأثر بالصراع. وإحنا هنا برضو ممكن نقترح، هل مش ممكن الفعل الصحي يبقى هو التعامل المثالي والبارع مع الصراع؟ الاحتمالات هنا مفتوحة ولا نهائية. ولو حبينا نطرح سؤال الصحة النفسية بشكل مختلف ممكن نقول في أي جانب من حياة الشخص محتاجين ندرسه. كل ما هنتعمق أكتر هتقل قدرتنا على القياس. فرانك بارون في دراسته عن الإبداع اقترح إن الصحة النفسية ممكن تبان من خلال إن الشخص يبقى عنده حس فكاهي ونوع من البراءة في الرؤية،
وقدر من العفوية في الفعل ونزيه الأفكار، ومؤمن بالمسؤولية الاجتماعية ومتقبل ماضيه ومش خايف من المستقبل، وقادر أنه يقدم حاجة من خلال حبه للعالم. أنا مؤمن جداً بالتعريف اللي حطه فرانك بارن، لكن عندي مشكلة في طريقة القياس. هنقدر إزاي نقيس التقبل أو العفوية؟ للأسف التعريفات المثالية ما نقدرش نطبقها بشكل منتظم على الناس الحقيقيين، زي الجمال بالظبط، ما نقدرش نشوف تفاصيله غير من خلال عيون اللي شايفه. الكاتب العظيم تولستوي كتب في رسالة لخطيبته مرة إن الإنسان ممكن يعيش أحسن عيشة لو بيعرف إزاي يحب وإزاي يشتغل، وإنه يشتغل علشان خطر اللي بيحبهم، وإنه يحب اللي بيشتغله. في الحقيقة واحد من أعضاء الدراسة كان متفق مع مقولة تولستوي وقال إنه متفائل بالمستقبل لأن عنده شغل كويس وعيلة كويسة بيشتغل علشانها. فرد تاني في الدراسة كانت وجهة نظره إننا نقدر نقيس الصحة النفسية من خلال قدرة الفرد على التعامل مع الآخرين، وإن الشخص اللي بيتعامل كويس مع غيره هيقدر يحقق أهدافه ويساعد غيره إنهم يحققوا أهدافهم، بينما على العكس حياة الأشخاص اللي عندهم مشاكل في التعامل هتبقى عبارة عن صناعة أعداء أكتر واستقبال إحباطات متتالية. بدل ما نلتزم بتعريف صارم لمعنى الصحة النفسية، هنستند لمفهومين أساسيين في الدراسة، أولهم اللي طوره دكتور روي جرانكر واللي بيقول فيه إن الكتب والمقالات اللي بتتكلم عن الموضوع كلها مكررة وانطباعية ومن غير تجربة حقيقية، والمفهوم التاني لدكتور بارن اللي بيقول فيه إن السلامة هي طريقة التفاعل مع المشكلات مش غيابها، وبناء عليه فهيبقى الاهتمام الأساسي في الكتاب هنا منصب على التكيف، ومفهوم الصحة هنا لما هيتذكر هيبقى مستند على أدلة تجريبية، وهيتم اعتبار الشخص متكيف بشكل سليم على أساس عدد هو متكيف فيها وبيأدي بشكل طبيعي، بدل من تكيفه في مجالات أقل وتفوقه فيها. وأخيرا هيتم تقدير أفعال الشخص بمصداقية أكبر من كلامه عن إحساسه، وبناء عليه هيتم اعتبار الشخص الموسوس بالمرض صحي أكتر من العالم المتدين اللي بينكر مرضه. ونتمنى إننا نقدر نبين لكم إن اللي الشخص بيعمله واللي الشخص بيحس بيه مرتبطين إزاي جدا ببعض. أنا هستغل المقدمة علشان أوضح للقارئ انحيازاتي وأنا بكتب الكتاب. بما إن الدراسة كانت مهتمة بالتكيف مع الحياة، فأنا هركز اهتمامي على آليات الدفاع اللي بيستخدمها الإنسان، واللي بشبهها بالآليات اللي بيستخدمها المحار مع حبات الرمل عشان ينتج اللؤلؤ، واللي في حالة الإنسان لما بيقابل صراعات وبيتصرف بأسلوب لا واعي لكن مبدع في أغلب الأحيان. الآليات الدفاعية دي المتخصصين أطلقوا عليها أسامي زي الإسقاط والكبت والتسامي، وفي الكتاب هنا هيتم الإشارة عن آليات الدفاع النفسية دي أوقات باعتبارها آليات تكيف للتأكيد على إنها مش ضارة في العموم، لكن في أوقات كتير بتكون مفيدة لينا في مواجهة الحياة. هنناقش هنا السلوكيات الفعلية والأفكار والمشاعر اللي بتقوم بدور آليات دفاع نفسية، بدل ما نقوم بدراسة نظريات بتوصف آليات عمل الدماغ، وهنحاول نستنتج اللي بيحصل جوه الإنسان من خلال المتابعة الظاهرية، واللي ممكن هيبان صعب للقارئ أو المستمع في البداية، لكن مع الوقت والأمثلة اللي هتطرح هنحس بالفرحة والقدرة على تمييزها، بل وتطوير أفكار جديدة خاصة بآليات دفاعنا الشخصية. آليات التكيف اللي هنتكلم عليها هنا مش هتبقى طرق تجنب المشاكل أو قوة الإرادة أو الاستعانة بالآخرين، واللي ممكن نعتبرها طرق إدارة للمشاكل. هنتكلم هنا عن الآليات الدفاعية اللي تقريبا نقدر نعتبرها لاواعية بالكامل، واللي ممكن نوضحها من خلال المثال التالي. دكتور أمراض دم شهير في كاليفورنيا طور هواية لزرع خلايا حية في أنابيب اختبار، وكان بيتكلم بحماس واهتمام كبير في لقاء تلفزيوني
عن هو ازاي قدر يزرع في أنبوب، لكننا في آخر الحوار بنكتشف إنه أمه لسه ميتة من 3 أسابيع بس، وكانت طريقة ذكره لموتها مماثلة لطريقة كلامه عن هويته. الطبيب في الحالة دي استخدم هويته ومهارته كطبيب بشكل لاواعي في محاولة تقليل إحساسه بالألم، بالرغم من إن أمه ما بقتش موجودة معاه خلاص، إلا إنه لسه في جزء منه معتقد إنه لسه قادر يراعيها من خلال الخلية اللي في الأنبوبة. المدهش إن طريقة سرده للقصة كانت طبيعية جداً، وما كانش عنده أي فكرة إن لا وعيه اخترع الطريقة دي علشان يقلل من إحساسه بالألم. كتير من الرجال الأصحاء في الدراسة استخدموا أسلوب نقل الانتباه أو الإزاحة في مواجهة الألم، لكن بدون وجود شخص مدرب يراقب أفعالهم ما كانش ممكن حد يلاحظها. ممكن زي ده وما يتخيلوش إنه ممكن يحصل في حياة شخص ناجح وسليم، لكن آليات الدفاع هي وسيلة تعويضية، ومش ممكن بأي حال من الأحوال نعتبرها شيء مش طبيعي، وممكن نشبهها بسلوك الحيوان اللي بيعمل نفسه ميت علشان يتجنب الخطر، أو السمانة اللي بتمثل إن جناحها مكسور علشان تحمي أطفالها من المفترس. كل الأفعال الانسيابية دي هي دليل أكتر على الصحة والسلامة. لسنين طويلة تم اعتبار الحمى والصديد هما المرض بعينه، لكن في الحقيقة هما استجابة الجسم للبكتيريا الضارة، ولو ما حصلتش مضاعفات فهي تعتبر رد فعل طبيعي جدا، في حين إن العدوى الخارجية هي الشيء اللي مش طبيعي. ونفس الوضع في آليات الدفاع النفسية، هي رد الفعل الطبيعي للظروف الغير عادية. بشكل أكتر رسمية ممكن نقول إن آليات الدفاع دي هي تفسير لعمليات العقل الباطن، واللي في بعض الأحيان بتكون مرضية، اللي بيستخدمها لحل الصراعات بين 4 حاجات رئيسية في حياتنا، هي الغرائز والعالم الحقيقي الواقعي والناس المهمين في حياتنا ومنظومة قيمنا الشخصية المرتبطة بالضمير والثقافة العامة. الصراع ممكن يبقى بين 2 بس من 4، أو ممكن بين 4 كلهم، وفي العادة بيتم استخدام آليات الدفاع لتحقيق هدف من الأهداف الجاية. 1، تقليل الأثار بحيث تكون في حدودها الممكن تحملها، وده بيبان مثلا في حالات وفاة شخص قريب. 2، استعادة التوازن العاطفي في مواجهة الموجات البيولوجية المفاجئة، وده بيبقى واضح جدا في فترات البلوغ. 3، للحصول على فترة استراحة ممكن من خلالها تقبل صورتنا الذاتية الجديدة، وده ممكن يبقى بعد عملية كبيرة مثلا أو ترقيه. 4، للتعامل مع صراعات مع أشخاص ما نقدرش نسيبهم، زي الأهل مثلا أو خيانة الحبيب. 5، للنجاة في صراعاتنا مع ضميرنا، وده ممكن يكون مثلا بعد حالات قتل في حرب أو بعد وضع الأهل في دار الرعاية. الكتاب اتكتب من خلال عيون صاحبه وخبرته المحدودة، وأكيد اتأثر بآلياته هو التكيفية الشخصية، وعلشان كده أنا بدعو الناس إنها تدقق في محاولاتي وتنتقدها، ولو حابة كمان تكون نظرية عن أي تشوه في انحيازاتي أو آليات تكيفي. وأخيرا لازم نفتكر إن الناس اللي انضموا لدراسة جرانت سنة 1937 حياتهم كانت إنسانية بأكتر مما وصل إليه العلم، جميلة جمال لا يمكن وصفه بالأرقام، وحزينة لدرجة لا يمكن تشخيصها، وخالدة لدرجة تفوق ما تسمح به المجلات العلمية.